أما سؤالك من أن الصفة التي هي صفة ذاتية فعلية لم تكن إلا في صفة الكلام فقط دون أي صفة أخرى، فهذا ليس بصحيح، وذلك لأن صفة الخلق وصفة الرزق كما هو ظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى من أنها صفة ذاتية فعلية، فأما حصرها في صفة الكلام فقط دون الصفات الأخرى أو دون صفات أخرى غيرها فهذا فيه نظر.